طبعاً هلا حنحكي عن تجربتنا مع سان دييغو. سان دييغو تعتبر تقريباً من أحلى المدن الموجودة في كاليفورنيا، تتمتع أنه هي جوها دائماً بيكون جميل مقارنة بالمدن الثانية، وهي قريبة كتير من لوس أنجلوس كجو، بس طبعاً تختلف شوي أنه تعتبر أصغر، أهدى، ألطف، أرقى. تتميز كمان أنه هالمدينة هي عندها شواطئ كتير حلوة، مثلا عندك هون هلا حتشوفوا هون عندك لاهويا لازم تروح تشوفوه، عندكم كمان توري باينز، عندك كمان اللي هو ممكن كمان تشوف المتحف اللي هو متحف الحرب، السفينة الحربية اليوس اس مدوي هون موجود كمان. عندك كمان بالنسبة لسان دييغو عندك طبعا الداون تاون تبعها والجاز لامب كوارتر او السكوير تبع الجاز لامب. بتتميز هالمدينة كمان انه في أكثر من طريقة في التنقل، أكيد السيارة هي رقم واحد بكاليفورنيا كلها. الطريقة الثانية في عندهم ترولي اللي هو تقريبا مثل مترو بس على سطح الشوارع، والشغلة الثانية كمان عندك اللي هو الباصات. تتميز مع أنه هي مدينة صغيرة وبالتالي بتضل مقبولة، بتضل المواصلات العامة مقبولة لأنه ما هي المسافات الكبيرة، وبالتالي ممكن تأخذ معك نص ساعة لساعة عكس لوس أنجلوس بتاخذ يمكن معك ساعتين احيانا بالمشوار. طبعا هي هون كمان عندكم هون شرح عن الترانسبورتيشن او المواصلات في سان دييغو. وطبعا كمان عندك كمان نفس الفيديو فيه كمان مسجد التقوى اللي هو اقدم مسجد في سان دييغو، بنى عام 1949 كمان هذا تقرير عنه. وكمان هذا كمان لو شفناه هون كمان حيكون في عنا رأي الشيخ الإمام تبعه بالوضع لكل الناس العايشين في سان بالنسبة للمسلمين في سان دييغو. سان دييغو واحدة من المدن الجميلة الحلوة كتير اللي لازم تروح عليها إذا جيت على كاليفورنيا، ولكن بعد ما بتقعد فيها فترة بتحس حالك إنه هالمدينة هاي راح تتعود عليها بسرعة، وبالتالي حلوة إنه أنت حتتعود عليها بسرعة، ولكن ما حلوة إنه بتحس إنه مملة بدرجة إنه ما في شيء جديد عم بصير حواليك، كل شيء بتتعود عليه بسهوله. وعشان هيك بقول لك هي يمكن مدينه التقاعد بامريكا، الناس بتشتغل برا وبتجي تتقاعد هون بسبب انه جو لطيف، بسبب انه هاديه، بسبب انه هاي كواليتي الحياه فيها تقريبا تعتبر ذو جوده عاليه. ولكن كمان طبعا هذا انه السعر تبعه بكون شوي غالي، اكيد طبعا اغلى من مثلا تقريبا بنفس سعر لوس انجلوس الاسعار فيها، ولكن مثلا المواصلات العامه فيها اغلى من لوس انجلوس. أكيد لازم تمر عليها. أنا بقترح إنه تكون 3 أيام لـ4 أيام زيارة، بتكون نوعا ما كافية، وبنفس الوقت كمان تستغل فيها اللي هو طبعا بالجاز لام سكوير بتلاقي كتير كمان في محلات عربية، فلافل وشاورما وكذا، بحيث ممكن تتعرف كمان على العرب. ممكن كمان في مناطق حوالين سان دييغو هتكون جدا مهمة. الشغلة المهمة إذا أنت رحت على سان دييغو فعلا حابة تغامر مثل ما غامرت أنا، أكيد كانك تروح على المكسيك وتيجوانا اللي هي المدينة على الحدود المكسيكية الأمريكية. طبعا هذا تقرير كامل عنها وحنحكي عنها بعدين، فنشوفكم بسان دييغو. واحدة من أهم الفروقات بين لوس أنجلوس وسان دييغو إنه سان دييغو تعتبر أأمن نسبياً، سبيشلي في الأماكن اللي هي مثل داون تاون والقصص هاي. بالإضافة كمان إنه الهومليس بيبل تقريباً أقل شوي في سان دييغو، طبعاً موجودين، وهذا هون تقرير كمان عن الهومليس بيبل، شو هو الهومليس وهدول الناس المشردين ليش موجودين في الشوارع مثلاً.